راديو الكل. ينضم إلينا فادي شباط المهجر من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط بريف عفرين عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي. مساء الخير عليك سيد فادي. مساء الفل، حياكم الله. حياك الله سيد فادي. قمتم بهذا الاعتصام، وما هي الأسباب التي دعتكم للقيام بهذا الاعتصام، وما هي كانت أهم مطالبكم، ولمن توجهون رسائلكم من هذا الاعتصام؟ يعني للأسف قاطنين المخيم ما عارفين لمين بدهم يوجهوا رسالتهم. بالبداية لابد تنويه أنه مخيم دير بلوط مخيم محمدية الأول، المحمدية الثاني هن عبارة عن مخيم واحد بواقع واحد يخضع لإدارة واحدة اللي هي منظمة أفاد التركية. بيعيش بالمخيم 1800 عائلة مهجرة. قاطنين المخيم بسموا المخيم بالثقب الأسود لأنه من لما تم إنشاؤه منتصف العام 2018 لليوم ما فيه أي شكل من أشكال التنمية، لا مشاريع تشغيلية، لا مشاريع دعم سبل العيش، ولا حتى دورات لغات أو توعية سياسية أو أنشطة تثقيفية أو أنشطة دعم نفس الأطفال، ما في أي شيء أبدا للأسف. طيب هل استجاب يعني أحد لمطالبكم، وأيضا في حال عدم الاستجابة ما هي الخيارات المطروحة أمامكم؟ يعني نحن بنرجع لأصل المشكلة، المخيم بعيد عن أقرب مدينة 10 كيلومتر تقريبا، هون أصل المشكلة والمعاناة. بعد المسافة عن المدن أفقد الأهالي سوق العمل وتأمين قوت يومهم، وأجبر أكثرهم بالاعتماد بشكل كلي على ما يتوفر من مساعدات إنسانية. المطالب الأهالي هي تكثيف المساعدات الإنسانية، لأنه الصناديق المساعدات بتصل للمخيم كل 40 يوم أكثر شوي إلا شوي. آخر 6 دفعات للأسف كانت بلا سكر. الصندوق الإغاثة اللي عم يتوزع كل 40 يوم أو أكثر أو أقل ما بيكفي لمدة 15 يوم. بالإضافة لوجود مخاوف في ظل انتشار وباء كورونا، لأن المخيم فيه أكثر من 50 حالة مرضية مزمنة، وما في أدوية مجانية، ما في غير بعض المسكنات وحبوب الالتهاب. ذكرت هناك وجود 50 حالة إصابة بكورونا. طيب ما هل من إجراءات وقائية مثلا يقوم بها الأهالي؟ هل من إرشادات؟ هل من جلسات توعية للأهالي بخصوص كورونا؟ 50 حالة إصابة بأمراض مزمنة، هي خارج إطار كورونا. هي كانت سابقا قبل عام تأخذ أدوية من فريق ملهم التطوعي. نعم. بعد ما خرج من المخيم قبل سنة، من سنة اليوم ما في عنده دواء، يعني طيب بجهود ذاتية. طيب هل هناك إصابة حالات كورونا؟ الموثقة بين 200 و300 حالة، لكن العدد أكبر بكتير. طبعا في حالات نقل المشافي بعفرين وغيرها. نعم. بخصوص استقبال الشتاء، هل قمتم بأي إجراءات لاستقبال الشتاء؟ كيف هو وضع مواد التدفئة واستقبال الأهالي في المخيم للشتاء بشكل عام؟ يعني أهالي المخيم شعارين بالريبة، كونه بيشوفوا أنه الإغاثة بالمدن متوفرة أكثر من المخيم اللي قطنين فيه. أكيد في مخاوف كثيرة من موسم الشتاء الحالي. العام الماضي كان في منظمة عم تخدم المخيم بمادة الفحم بين فترة والتانية، هي السنة لليوم يعني الأمر غامض، ما في أي شيء. إذن أخيرا ما هي أهم مطالبكم وأبرز احتياجاتكم سيد فادي؟ أهم المطالب هو افتتاح نقطة طبية تزود المخيم قطني المخيم بأدوية مجانية بكافة أشكالها وأنواعها أصنافها، وتكثيف حالات الإغاثة، وإعادة مادة الخبز المقطوع عن المخيم من أكثر من 15 يوم، بالإضافة لتوزيع مياه شرب بشكل مجاني. نعم، ونحن بدورنا من خلال هذا المنبر نرجو أن يصل صوتكم وتتحقق مطالبكم من قبل الجهات المعنية. سيد فادي شباط المهجر من جنوب دمشق إلى مخيم دير بلوط، كنت معنا عبر الهاتف من ريف حلب الشمالي، شكرا جزيلا لك.